انت مفتاح بعيد عني يا انا مع الفيديو خالص الفيديو خالص تسمعها على خير بقى. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا 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 جدا. النهارده جاي لكم فيديو جديد، فيديو حماسي كان نفسنا نعمله لكم في المكان، بس لقينا حاطين شمس قوي بصراحه، حاطين الكراسي والترابيزات بره والجو شمس، ولو خدنا الحاجه وروحنا بيها البيت هتكون خلاص يعني ما بقاش لها طعم، ما بقاش طعمها حاجه، بس فمضطرين نعمل الفيديو في العربيه فاستحملونا. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو مش مشتركين، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش تكتبوا لنا كومنتات كتيره حلوه. فيديو النهارده هنجرب الاكل الاسيوي البحت، لدرجه ان احنا جبنا بيتزا. هو غالبا ده اكل الشارع الاسيوي صح؟ ما اعرفش. جبنا بيتزا بالعسل والبوباتي والمارشميلو، مش عارفه احنا هناكلها ازاي الصراحه، بس بصوا الشكل، بصوا انا ما حبيتش شكلها خالص. بصوا يا جماعه من الاخر، في عربيه فول ورا كده جامده ملموم عليها شويه ناس بقى بتعمل. لو عايزين ناكل نعمل لكم فيديو واحنا بناكل على عربيه فول. يا ماما احنا عايزين ناكل دلوقتي. لا احنا خلاص كده انا اكلنا، انا مش هفطر. اول أنا حاجه هنجربها يا جماعه الدنيا جابت يا جماعه مشروب التاره، تارو تارو صح؟ تارو تارو التارة اهي. مشروب التارو احنا كنا جايبينه قبل كده انا ولبنى وجربناه، بس كان اسمه بوبا تي، ما كانش اسمه تارو. هو اسمه بوبا تي تارو. لا تارو بوبا تي تارو 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 تارو. خلاص طب ماشي جميل، انت شربتيه قبل كده؟ يلا عشان نعمل الفيديو بتاعنا جماعه. اول حاجه جبنا نجربه بجد. اول حاجه جبنا الذره. هقول لكم انا اول حاجه جبنا ايه. ايوه جبنا باو باو، واحدة بالبطاطس وواحدة بالتشيكن الكاري. ماشي مش هوريكم بقى شكلها غير واحنا. بصوا يا جماعة وفي حتة طعمية في العلب دي، بس أنا مش عارفة دي حاجة دي جاية منين. تاني حاجة جبنا جماعة مش هجرب معاهم الحاجات دي، اسمها ايه دي يا دنيا؟ قلتلك سوم سومينو سيمي سويومي. هتجيبي يا ماما التليفون سومو، اصل هما سجلوا لنا انا بقول لهم الاسامي عشان ما ننساش. سيومي سموي بتقولي ايه؟ اسكتي. سينو سيو سيومي 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 سمعتها منه قلت له على طول. ودي اسمها الدامبلينج، دي عارفينها الدامبلينج دي. ودي اسمها ايه الدنيا الثانيه؟ ديم سام. ديم سام. ومدينا طبعا تشوب ستيكس ثواني بس عشان انا جبت وعلابهم وحاجاتهم. لا دول يا جماعه انا اشتريتهم، دول اشتريتهم واحده ب 5 جنيه، لكن هم مدينا التشوب ستيكس عادي. اه امسكي كده. وكمان جبنا التيك بوكي. التيك بوكي انا الصراحه اتلككت ان انا اجيبه، ما جربناه قبل كده، بس احنا جربناه قبل كده، بس هم قالوا لنا ان بتاعهم مختلف خالص. بص يا جماعه جابت منه المجمد، هتجربه عندها في قناتها، مش هتاكل منه اساسا معانا عشان تجربه في قناتها الاول. يا جماعه انا اصلا مش هدوق معاهم اي حاجه. اه بس ماشي. بصوا يا جماعه احنا جربنا الاكل الاسيوي كتير، بس اول مره نشوف الحاجات دي يعني. أوه. الصراحه يعني أوه. بس يلا بينا نفتح الحاجه ونرجع لكم تاني يعني. بصوا يا جماعه لا احنا هندوق الحاجه اللي فيها الفش، في حاجه ريحتها فش عامله قوي فرخه يعني. اسمها ايه؟ اسمها سيمو. قلت لكم بقى اسمها، انتوا افتكروا انتوا بقى. دي ما احنا كل ما نجرب اكل اسيوي انا لا انا مش باكل كده. هتاكلي بيها كده؟ ايوه. اوكي عايزين نفتح الكيس ده. انت بتعرفي يا لبنى؟ انا بعرف اكل بيها لكن ما بحبش الاكل بيها. اهو ليه فتحه. هو ايه ده يعني؟ ده ده صوص؟ ده صوص. اه ليه فتحه كده؟ يا خساره كان نفسها نقعد في المطعم كده. طب بص يا لبنى احنا ناكل بحبه صوص كده. احلام هدومي بيضه. في شنطه معانا صح؟ ممكن اوفر لكم شنطه. وفر لنا شنطه يا دنيا. انا وفرت لكم شنطه اهو. وفرتي؟ يلا. بصوا يا جماعه شكله ايه؟ قال لك محشيه ايه؟ بصوا شكله ايه؟ شكله هو. اوكي اوكي ناخد واحده كده. انا هاخد واحده جت في الصوص على طول من اولها كده. ايش مش حلوه صح؟ مش نظيفه؟ يلا لا لا نظيفه. يلا بصوا يا جماعه هو قال لك محشيه ايه؟ ما هو فيها فشه ايه؟ مش شم ريحتها؟ هما كلهم زي بعض؟ اه خدي انت يا رمنا دي اتعملت في الصوص ايه؟ لا 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 انا هاخد دي. طب ماشي يلا حطي الصوص. يلا اه بس تبهدلي هدومك. هات الطبق هات الطبق. انا بسم الله في جماعه ريحتها. بسم الله هو الصوص اللي ريحته وحشه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه انا ما بضحيش بنفسي عشان اجرب. لا شبكه.
ايه تمام مش حال؟ نعسه جدا. عايز اقول لكم سعرها خمسين جنيه. اغلى 50 جنيه. فيها تونة. فيها تونة. اديني مية دنيا بسرعة. بسرعة. هي طعمها تونة عادي. مالها. انا حاسة ان هي متسممة. مالها حلوة على فكرة. بصوا يا جماعة طعمها غريب اول ما بتاكلوها بس بعد كده ما بتاكلوها بقى بتاكلوا كده فيها بيبقى عادي. فيها فول. فول ايه ماما ده تونة والله طعم التونة. لا في حاجة فيها بزريب الكل كده زي عدس او فول. عملت كده الدنيا احنا الدنيا دقنا. اشوف ايه البكل دي. والله العظيم هتدوها تاني. والله هدقها عادي. لا خدي يا دنيا بقى انا هنزل يا جماعة انا مش فاضي انا ورايا في الشوير. هي بس ريحتها اللي مش حلوة. ريحتها مش لطيفة خالص. وطعمها اول ما بتاكله بتحس ان هو غريب بس بعد كده بتحس ان هو عادي. طب اصبري كده نشوف جواها ايه. هي تونه يا جماعه عجينه تونه كده. اصبري بسم الله. انا مش مصدقه ان احلام بتعمل كده. مش مصدقه خالص والله. عادي. لا وكده يعني. مش قوي يعني. هديها 5/10. 0/10. اللي بعده هندوق الدمبلينج بقى. معلش يا احلام خلينا ندوق الدمبلينج. هو ده ايه ده؟ ده بيلي تشيكن. معرفش ده ايه ده. اكيد سوي صوص يعني. افتحوا كده ليه. انت اكيد مش هتدوق الحاجات دي. لا ما دي مالهاش علاقه باللي انت هتعمليه. احنا هنفطر في عربيه الفول. مش عشان اللي انا بعمله احنا مش هنفطر في عربيه الفول. لو عايزين يا جماعه نعمل لكم فيديو في عربيه الفول واحنا بنفطر في عربيه فول ونجيب بقى وناخدكم معانا العربيه وكده حطوا لنا لايك للفيديو ده وصلوا 30,000 واكتبوا لنا. لبنى بصي عشان ما امشي اوعي كده. اوعي اوعي. طب انا مش عايزه سوي صوص. يلا هي بتتاكل كده اصولها. كلي بالاصول. انا يا ست انا مش عايزه اكل بالاصول وانا قاعده في قعده عرب عشان اكل بالاصول. يلا كلي بس عشان ما والنبي انا خايفه عليكي. بدري انا هجيب مناديل. طب ما تخافيش عليا. خاف على نفسك. طب يلا بسم الله. الدمبلنج حلوه. انا اكلتها قبل كده في مطعم صيني بس الصراحه كانت احلى من دي بكتير. دي مش حلوه. لما ببص الاكل حاسه ان انا عايزه ادوق بس خايفه. لا مش هدوق. والله حلوه عادي. لطيفه. كم من 10؟ مين انا؟ صفر. انا قلت صفر. دي اديها 3/10. اديها 6. التانية عجبتني اكتر. انا 6 والتانية عجبتني اكتر. فازة بسيطة تقطعي فيك تاكلي. العجينة ناشفة شوية مش زي الدمبلنج العادية. انت عايز تسيبه شوية كمان. مش حلوة. 3/10. غطي يا دنياتي اللي بعده يا دنيا. ما انت ما تدنيش يا غطي. تاكلي دي؟ يا دنياتي التانية دي. غطي. لا نخلي التكبوكي للآخر. عايزة اتحلي بيه يا عيني. عايزة فور تحلي بيه. قلت لكم يا جماعة سعر دي كام؟ التكبوكي دي؟ لا. قصدي ال الدمبلنج؟ ب 85. ماشي. واللي احنا هندوقه دلوقتي ده ب 85 برضو. طبعا يا جماعه اسمه عمره ما هيدفع فلوس تاني. ديم سوم. اسمه ديم سوم تشيكن ب 85 جنيه. طب ما مكتوب هنا وسجلت لنا وعملت لنا. ما انا ما اعرفش ان المكتوب في الريسيت. بصوا دي تقريبا بالتونه برضو. ما بقول لك ديم سوم تشيكن يعني بايه؟ اه يبقى هي دي يا جماعه زي الاولانيه اللي كلناها بس دي بالفراخ. استني كده انا مش هحط صوص. مش هحط. انا هحطهم على جنب. ده شطه. اه على فكره هي يا جماعه زيها بس دي بالتشيكن ودي بالتونه. معاه صوص شطه مولع نار القلب يعني. زبير زبير لو زبير عايزين تشيلوا البيز. مش عارفه اجيبها لكم ازاي. انا هجيبها لكم يا جماعه. خدوا الدنيا ده عشان ده عامل قوي. بصوا يا جماعه السبايسي اهو شايفين عامل ازاي. اهو ده الصوص ودي اهي شكلها عامل كده. ريحتها زي الدامبلينج برضو. مش تاخدي صوص. بسم الله يا جماعه انتوا ازاي بتعملوا كده؟ لا تنفع عايزه اموت. سبايسي قوي. مش سبايسي. سبايسي. احس ان الفراخ مهروسه في الدقيق. الفراخ معموله عجينه. لكن التونه كانت تونه.
3 من 10 برضه. هي سبايسي شويه عن بصوا يا جماعه انا هديها خدي كده دي سبايسي. لا لا انت خديها يا حبيبتي. انا يا ستي دقت بعد عني بقى. احنا نحط في دماغنا ان احنا نفطر الفطار ده عشان كده الشطه توديني على بيت. ممكن احنا نروح على بيت الفول. اسمعني بينا بقى احنا عايزين نروح على بيت الفول. احنا نروح نفطر انا ودنيا في عربيه الفول. ماشي؟ لو انتوا بقى عجبكم الفيديو هنوديكم في اشهر عربيه فول في مصر. بتبصوا في المرايه يا جماعه بتبصوا في المرايه متبرعه انت كده. دي مش اشهر عربيه فول في مصر. احنا نوديهم اشهر عربيه فول في مصر. واللي بعده الباو جنب كمان. ندوق الباو. الباو باو او باو كانت افتحنا من النص. جبنا واحده بالبطاطس. دي بالبطاطس اهي. وجبنا واحده بالفراخ الكاري. ايوه بس تاكلها. مش دي بطاطس ولا دي فراخ؟ الواحده 35 جنيه يا جماعه. هي اللي تحت دي ورقه. هي ورقه بس ورقة. هي مش راضيه تنفصل عنها. انا مش فاهمه في ايه. بص ماشي مش قلتها في حاجه. احنا لسه ما دقناش عشان نعرف. هي عجينه برضو يا جماعه. هي المفروض ان هي زي ايه؟ عجينه زي زي الباتيه يعني. ايه يا جدعان في الاكل؟ واحد ربنا يكرمك بطاطس صايه بهدلك كده جيب عيب من الشبكه انت كده ادقها دي يا خليني اعيط كل الاكل انت لسه جايب على بعيوني انا رحت الصين اموت ادوي احلام طعمها حلو احلام طعمها حلو ادوقها يعني على ضمانتك عادي بس انا مش هجيبها تاني يعني بتحس ان العجينه اللي بره دي قرص بالشمر وتصدقي ده انا برضه عماله اقول الطعم ده طعم ايه بس طبعا لما تلاقيهم بيعملوا الشمر هناك جماعه هي سبايسي قوي بس هي طعمها تحفه. طعمها حلو والله عادي. طعمها تحفه بس انا مش هاجي اجيبها تاني. انا مش هاجي هنا تاني بشكل مش هدخل مدينه نصر تاني خلاص. دي يا جماعه بالفراخ الكاري طعمها جامد اهي ساقعه بس الفراخ طعمها ايه؟ بس هي سبايسي قوي. يا احلى يا احلى كتير قوي. بس انا قرفانه من الفراخ حاسه ان الفراخ دي فراخ السين. يا جماعه حبيتش الاكل ده كله انا عايزه اروح. هي لسه لا التانية احلى يا جماعه مش قوي. والله الفراخ احلى من البطاطس. ادي التانية 9 من 10 وادي دي 5 من 10. خدي بس دي ادي الاثنين ثلاثه التجربه دي كلها تاخد 1 من 10. خدي دي بقت بتاعت لبنى اهي. لا خلاص عشان لبنى سابت على الورق. هاتي بقى التكبوكي. ما لسه فاضل البيتزا. ما البيتزا دي اخر حاجه يعني. انا كل ماتش منه وما مش فارقه كله على كله هنا. ده بس التكبوكي ما شجعنيش كده عارفين ليه؟ لان الصوص زياده قوي. التكبوكي بكام؟ ب 70 تقريبا. مش مكتوب يا جماعه. التكبوكي ب 70 يا جماعه ماشي يلا كده حاطين عليه سمسم وبصل اخضر. انا الصراحه التكبوكي نفسه انا مش شايفاه اساسا عموما يعني. دنيا بقى مش هتدوق التكبوكي ليه؟ لان دنيا جايبه لكم تكبوكي مجمد هتجربه لاول مره. انا عمري ما جربت ايه يعني كيمكشي ما اعرفش. انا عمري ما جربت التكبوكي بالمجمد. هو ده المجمد؟ لا بقول لك دنيا هي اللي هتجرب المجمد. هو إيه؟ طب زيبي احلام العلبه ما تاكلي احلام. طب يا جماعه انا هيك. بص يا جماعه دي التكبوكايه حسات احلى تكبوكي اكلته في حياتي. مهريه مش عارفين يعملوها. مش هنقول طبعا على اسم المكان عشان ما حد ما ترجعش يقول لنا اصل كان يوماني. يعني في مستوي وفي مش مستوي. وحشه خالص الصراحه. انت بتكملي ليه؟ اوحش تكبوكي اكلته في حياتي. ليه ممكن بني ادم يعمل كده؟ فرصه ما تديلوش كده يا جماعه. صفر من 10 المطعم ده بجد اوحش تكبوكي اكلته في حياتي بجد. خلاص كرهته. كرهتيه؟ بركه الحمد لله. طب ايه؟ نفسك بالمشروب وبعد كده ناكل بيتزا؟ طب يلا بينا. هاتي يا دنيا مشروب. اتفضل مشروب. ما جبتوش المجدي زياده مش مشكله. مش مشكله انا وصاحبتي واحد. ده يا جماعه مشروب اسمه ايه؟ هقول لك اسمه. زي ما انتم شايفين كده انا مش عارفه ده عصير خيار ولا ايه. وفي حتت جيلي من جوه اللي هم بيقولوا عليها باين بوبا.
بيتزا تشيكن تشيكن ستيك اسمه كامبور تقريبا كامبور بكامبر يعني مش اسمه لا اسمه ساي سايو ماي كوكت لا لا هو اسمه كامبور طب هو حاجه من النهم يا كامع يلا حاجه من اللي اشتريناها المهم هو سعره 50 جنيه اه مش حد بيعمل كده مش مهم مش مهم خدي احلى من المندي بقى ربنا يديك ده يا جماعه مشروب المفروض ان هو في قطع من هنا تلج وده دي قطعه جيلي زي البوبا ده مشروب اسيوي يا جماعه بحت شبه البوبا تي بس بالخيار باين او المهم انه في خضار بتنجان باين ولا ايه ده كفايه انت هتشرب وقتي المطعم هي ما واقفه في البتاع مش هتطلع انا ما جتش في بقي مش عايزها تجيب بقي مش وحش بس مش حلو هو برضو بوبا تي صح لا هو ما فيهوش بوبا قوي هم مقطعين حاجه كده هي دي بوبا شرايح كده بس هم مش عاملينها زي البوبا دوقي كده يا دنيا على فكره طعمه جميل والله عارفين يا جماعه طعمه مدي على التشيز كيك شويه والله دي. اخر حد يبقى فود بلوجر والله العظيم اقسم بالله طعمه اللبن اللي فيه اللبن اللي فيه او الكريمه مش ده على الله مش ده فكرت بكلمي ربنا والله العظيم الطعم اللي فيه بجد في حاجه مختلفه مش معقوله هو مقطعهاش ولا هي بقى احلام دلوقتي اللي كنت مفكرتها تنفخي بالشل لا هو مقطعها ايه ده هو سايبها قطع كبيره كده ليه دي مربعه يا ماما ده تتاكل بالمعلقه ولا ايه خلاص احنا معلش نديله تجربه ثانيه وجعتني وانا بطني وجعتك ما تعمل دي يا جماعه بيتزا بالجبنه مش مقطعها كمان مش مقطعها لا والله مش مقطعها طب على فكره هما كده بيستهبلوا على فكره صفر من عادي يعني لا احنا كده عادي ممكن يكونوا العيال بينتقموا من صاحب المحل بتقموا منه ليه بصوا يا جماعه دي بيتزا بالعسل والمارشميلو خدي يا لبنى لا انا قفلت المارشميلو ده خالص انت اول واحده بس انا كده ما بحبش المارشميلو فمش من حق ادوق طب ما تدوقي بتاعت لبنى يعني يا بنت دوقي بتاعت لبنى يا بنت استني بتاعت لبنى خلاص ما اولا هي دي مش بيتزا وده مش مارشميلو هي بوبا تي طرت على العربيه بتاعتي طرت عليا كفايه طب بوبا تي ادوق يلا انت ما زفت دي اهو اوعي بقى زور يا جماعه زور ده انتوا انا عايزه ادوق كلها عشان ابقى حقانيه بس بسم الله الرحمن الرحيم ما بحبش المارشميلو يا جماعه التجربه بتقول 0/10 كلها وانا غلطانه ان انا اقترحت عليك المكان انا اسفه انا ببقى قاعده فاضيه بالليل مش لاقي حاجه اعملها الفيديوهات بتيجي قدامي بتجنني مني بالله جت على الحاجه اللي طعمها مقبول شويه ما فيهاش اي شبهه جنائيه ولفتها وما عجبتهاش لكن ممكن تيجي في دلفور في اي حاجه عادي يا مقفله حول الله يا رب الحمد لله يا رب روح يا ستنا دلوقتي اول واحده اللي بتسمك بسرعه اشربي المشروب يا دنيا هاتي اني واحده اول واحده الصغيره دي اصبروا يا جماعه غير الطعم بطعم اوحش انت بتفتحي بعيد عني يا جماعه الفيديو خالص الفيديو خالص اسمعوا على خير بقى يعني انت وحشه قوي يا جماعه ريحه العربيه اتقلب كنت عارفه انا مستنيه مش هترجع تاني عشان تاكل في عربيه الفول فقالت لنا لا من قبل ما تفكر اساسا يلا يا جماعه نتمنى ان الفيديو يكون عجبكم والتجربه تكون عجبتكم 0/10 التجربه مش كلها 0/10 يا جماعه بس انا عن نفسي الصراحه يعني انا مش هاجي مشوار مخصوص هنا عشان خاطر اكل الاكل ده لكن في اكل مميز قوي بقى يا دنيا الميه بناكله انا ولبنى ممكن نروح له بلاد عشان نروح ناكله تاني
بس عادي. اكل الناس العاديه، لكن هو الاكل ده مش ذوق كل الناس. ازازه الميه ب 100 جنيه مش اكل مش ذوق كل الناس. خليني ارجع للراجل بق واحد بس. جماعه لبنى جابت ازازه الميه دي ب 100 جنيه نسيت الباقي عند الراجل، هروح اجيبه منه. مش ذوق كل الناس بس في ناس ذوقها الاكل ده. يعني انا اكلت الاكل ده وحس ان الاكل عادي عادي. طيب شكرا. هو مختلف بس هو عادي يتاكل يعني. لو حد عزمني عليه هاكله معاه عادي، لكن لو جيت مخصوص مش هاجي مخصوص. بس كده نتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوناش باللايك واللي شايفه كانوا مش مشتركين وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.